السلام عليكم. اليوم في شيوة أم وليد راح نديرو الكروكي، وصفة سهلة. نبدأ بالمقادير بإذن الله. إذا راح نحتاج 2 بيضات، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، مغرف صغيرة تاع لافاني، واحدة خميرة الحلوى وزن 10 غرام، والفرينة باش نلمو العجينة. نعود لك، 2 بيضات، نص كاس تاع السكر، نص كاس الزيت، واحدة خميرة الحلوى 10 غرام، مغرف صغيرة لافاني، ونلموه بالفرينة. يعني راهي سهلة الوصفة تاعنا. راح نبداو بالمقادير. راح ندير 2 بيضات، هما انا راح نقيس بهذا الكاس، راني عودتكم عليه، يوزن 240 مليلتر، يرفد 240 مليلتر. اذا راح ندلو نص كاس تاع السكر، نخلط مليح مع البيض غير بالفوي، اذا راح نزيد لهم نص كاس تاع الزيت، لافاني، مغرف صغيرة تاع لافاني، الآن راح ندير الفرينة مع خميرة الحلوى. نديرو كمية باش نديرو خميرة الحلوى. خميرة الحلوى دايما تتماشى مع الفرينة، ما نديروش بلا فرينة باش تعطيكم احسن نتيجة. راح نبدا نخلط بيدي بطبيعة الحال، غير بصبعتي. دائما نوصيكم الحلوى ما تخلطوهاش بزاف، غير بصبعتيكم باش تجيكم خفيفة وتجي طرية، لأنه غير تخلطوها بزاف الفرينة راح تعمل المفعول تاعها وتطلق هذاك الجلوتين تاعها، وما يجيش الكاطو تاعكم خفيف. يعني هذا هو السر في الحلويات. أنا هنا درت لكم كمية قليلة، ولا حبت تزيد ما عليها غير الضعف المقادير. كما قلت لكم لموها فقط، عمركم اللي تعجنوا العجينه. حنزلها شويه فقط ماشي بزاف، قلت لكم ما نكثروش الفرينه بزاف باش يجينا طري، ونخلو العجينه تاعنا طريه بهذا الشكل. شوفوا كيفاش راني نرول غير بصبحتيه، وانا راني ندور فيها تشرب كامل الفرينة تاعها. بهذه الطريقة إذا العجينة تاعي راهي واجدة، حلوة سهلة، بخفت وجديها. ها هي. إذا الآن حنبدأ في التشكيل تاعها، حتى تشكيلها راه سهل. يعني الحلوة ما تديش منك 10 دقائق تكوني وجدتيها، وراني شعلت الفرن تاعي يسخن. يعني دائما قبل ما ديري اي حلوة فوتي بالفرن شعليه، درتو على 180 درجة او في الرقم 3 باش يطيب في غرزه، مديروش نار قوية بزاف. اذا هنا راني وجدت ان بلاطو، درت فيه ورق الطهي. هذه العجينة راح نقسمها على 2، راح نستعين دائما بالزيت، ندير شويه تاع الزيت باش العجينه تجينا سهله بالخدمه.
لان العجينه راهي طريه باش ما تلصق لكش في يدك. نستعمل الزيت. اذا بسم الله راح نبدا ندير شويه الزيت في يدي، وهذه الكميه نقسمها على اثنين، يعني لا ضاعفتي الكميه قسميها على اربعه. في هذه الحاله قسميها فقط على اثنين ونسيو نعملوا بها انبوده. ما يكونش خشين بزاف ونطولوه لانه راح يزيد يتنفخ في الكوشه بهذه الطريقه. نزيد ثاني بنفس الطريقه، نديرو انبوده هكذا باش يجيك ساهل. ما تقطريش بزاف العجينه لانه راح تغبنك. انا ما كثرتش الكميه بزاف، درت لكم غير قيس جوج حبات بيض ونهبطوه بهذه الطريقه. سقفوه نديرو خشن واحد، يعني عينك ميزانك حتى هذا راح نسقموه. ها هو، كنت هنا وجدت صفار بيضة مع شوية قهوة طيبة، راح ندهن بهم الوجه. راح نحتاج إلى فرشيطة شوكة باش نزينوا الوجه تاعها. إذا راح نخلط هذاك صفار البيض مع القهوة، القهوة راح يعطيها بنة، راح ينحي لنا هذيك الريحة تاع البيض ويعطينا لون الشباب بهذه الطريقة. إذا راح ندهن الوجه تاع الكروكي، دهنوه مليح. راني دهنتهم بهذه الطريقة. إذا راح نحكم الفرشيطة ونعملو خطوط من الفوق. إذا راح نعملهم يطيبوا في الكوشة ونلتقي فيما بعد. إذا ها هو الكروكي تاعي بعد ما طاب. إذا راح نقسمه نخلوه يبرد شوية، ما تقسموش راه سخون. راح نقطعه من الأحسن بموس يكون مسنن. بسم الله. بهذه الطريقة. يعني نعوجوه شوية. وكاين اللي يحب الحبات يكونوا كبار، ما عليكم غير تكبروا الحربوش وتخشنوه. انا يعجبني بهذه الطريقه، يعني يجي معبر. طاب الطريقه بسم الله. شوفوا كيفاش طاب، يعني السركه مثلا في الطياب كاين اللي بزاف يزيدوا الكوشه، ومن بعد يقول لك الحلوه تاعي ما طابتش مليح او قعدت لي خضره، يعني كاينين بزاف. اذا راح نحيها ندير لكم في الطبسي باش تشوفوها مليح. والله تجي خفيفه، تجي هشيشه. شوفوا كيفاش تجي في الوسط، يعني خفيف ماشي يابس. وكاين اللي يحبوا يزيدوا يحمصوه، يعني في هذه المرحله حطوه في البلا على هذا الشكل، استفوا الحبات تاعكم كامل وزيدوا دخلوهم الكوشه، لكن انا نحبه طري بهذا الشكل. حنزيد نقسم شويه، يعني لا غير زوج حبات بيض، غير ندير لك كميه لا باس بها. ها هو الكروكي تاعنا. لا ها هو مثلا بهذه الطريقة.
إذن ها هو الكروكي واجد، يعني ما داش منا وقت وتحصلي على نتيجة ما شاء الله عليها. إذا إلى عجبتكم الوصفة تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد، كما تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك شهيوات أم واليد. وإلى الملتقى مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.